التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اختتم أعماله في هذا العام بتدشين قطار الخير. قطار الخير انطلق من أول شهر ديسمبر من خلال قوافل تنموية وطبية في عدد من محافظات صعيد مصر. ده طبعا غير إعادة تأهيل عدد كبير من المنازل في قرية الفارسية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، وبرضه قوافل ستر ودفا اللي بتوزع مساعدات عينية وبطاطين للقرى الأكثر احتياجا في محافظات الصعيد. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اختتم أعماله في 2022 بتدشين قطار الخير الذي انطلق مع أول شهر ديسمبر من خلال قافلتين موسعتين بمحافظة قنا تم تنظيمهما لأهالي قرية التطويرات ودندرة والقرى المجاورة. تم خلال القافلتين تقديم خدمات متنوعة طبية وتنموية وتوعوية وأيضاً ترفيهية لأكثر من 20,000 مواطن. وتأتي تلك المبادرات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر وإعلان سيادته لعام 2022 عام المجتمع المدني. وشملت خدمات قطار الخير إدخال الفرحة على أهالي قرية الفارسية بمركز إسنا في محافظة الأقصر بإعادة إعمار 30 منزلاً لتصبح منازل سكن كريم بعدما كانت متهالكة، وحيث اشتمل الإعمار على بناء الجدران والأسقف الخرسانة، وتم عمل محارة وأبواب وشبابيك وأرضيات بالإضافة إلى فرش المنازل فرشاً كاملاً. وفي جانب التمكين الاقتصادي لعائلات الأسر الأشد احتياجاً وضمن مبادرة مراكب الرزق، سلم التحالف 30 مركب صيد حديثة ل30 صياداً من أهالي قرية الفارسية، فضلاً عن إنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم وتقديم أجهزة كهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج في القرية من غير القادرين. وتم إطلاق مبادرة صناع الدفا لتوزيع بطاطين الشتاء لمواجهة البرد. واستكمالاً لمنظومة الخدمات الطبية غير التقليدية في صعيد مصر، تم افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأرمان، وهي أول مستشفى يحصل على شهادة مستشفى صديق للبيئة، كما تعتبر أول مدينة طبية متكاملة لعلاج أمراض السرطان في صعيد مصر. وبالتوازي مع افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأرمان، يتم الاستمرار في سلاسل قوافل ستر وعفياء المتكاملة، حيث يصل قطار ستر وعافية إلى أهالي قرى سلوى والرغامة بكومومبو بأسوان لتقديم خدماتها الطبية والتوعوية والتنموية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية لأكثر من 35,000 من أهالي القريتين والقرى المجاورة. وتستمر فعاليات قطار الخير لصعيد مصر بقوافل ستر وعافية، ويصل قطار خدمات المبادرة إلى قرى الدير والنمسا بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، مع استمرار الفرحة بتسليم 150 منزلاً للأهالي بمركز الوسطى بمحافظة بني سويف بعد إعادة تأهيلهم وإعمارهم. كما أن فعاليات قطار الخير لمحافظات صعيد مصر سوف تختتم عام 2022 بسلسلة متميزة ومتنوعة من الخدمات التنموية غير التقليدية لصالح أهالي محافظة سوهاج، مع افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية.